Hello guys, welcome to my channel. Let's learn English together. أهلا وسهلا بكم أعزائي في قناة لنتعلم الإنجليزية معا. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ودرس جديد في تعلم اللغة الإنجليزية. أعزائي تابعوا هذا الفيديو حتى النهاية لأنه مهم جدا. وقبل أن أبدأ أعزائي لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعموا باللايك لأستمر دائما في وضع دروس اللغة الإنجليزية ويصلكم كل جديد. إذا درسنا اليوم هو تشكيل جملة في اللغة الإنجليزية. هي تشكيل جملة في اللغة الإنجليزية هو من أساسيات تعلم اللغة الإنجليزية. إذن الجملة في الإنجليزية تتكون من ماذا؟ subject الفاعل، ثم ماذا؟ verb الفعل، ثم object قد يكون بعد الفعل في اللغة الإنجليزية إما أن يكون مفعول به object أو يكون adjective أي صفة. الآن أعزائي سندرس كل جزء على حدة. نبدأ ب subject أي الفاعل. قد يكون الفعل في اللغة الإنجليزية personal pronouns أي الضمائر الشخصية. الضمائر الشخصية في اللغة الإنجليزية هي I ومعناها أنا، You وتعني أنت، أنت، أنتما للمذكر والمؤنث، أنتم وأنتم، He وتعني هو، She تعني هي، It هو وهي لغير العاقل أي للحيوان أو الأشياء الجامدة، They تعني هم، We تعني نحن. الآن نذهب إلى nouns. الفاعل قد يكون nouns أي أسماء. ما نوع هذه الأسماء؟ قد يكون اسم إنسان، for example أحمد، سمير، سميرة أو سامية، أميرة، etc. حيوان lion for example كالأسد، cat أي القط. البلد قد يكون for example Algeria or Egypt مصر أو USA UK etc. وكل بلدان العالم تكون كاسم في الجملة في اللغة الإنجليزية. الآن نذهب إلى الفعل. verb في اللغة الإنجليزية لدينا تصريف أيضا مثل اللغة العربية والفرنسية وباقي اللغات، لكن في English language في اللغة الإنجليزية لدينا 12 زمن. سندرس منها الثلاث الأساسيات في اللغة الإنجليزية. أما باقي الأزمنة سندرسها شيئا فشيئا مستقبلا إن شاء الله. إذا لنبدأ أولا بالpresent simple، الزمن الأول في اللغة الإنجليزية ونعني به المضارع البسيط. المضارع البسيط هو الحاضر، نتحدث عن أشياء تحدث الآن أو أمور نقوم بها حالياً. For example to go، لدي to go معناها يذهب، إذا تصبح go يذهب أي أنا for example I go أنا أذهب، لا يتغير شيء فيها مع I you they and we، فقط نحذف to. هذا هو التصريف للفعل في اللغة الإنجليزية في المضارع البسيط، لكن يختلف الأمر مع he she it فتصبح goes، ليس دائما نضيف es. لدينا قواعد مهمة وأساسية في present simple في المضارع البسيط، سأضع رابط المضارع البسيط درس المضارع البسيط بالتفصيل في صندوق الوصف إضافة إلى past simple الماضي البسيط و future simple. لدي مثال آخر هنا to talk. to talk معناها يتكلم، في تصريف تصبح talk لكن ماذا غيرنا؟ لم نغير شيء، فقط حذفنا to، لكن مع he she it تصبح talks. talks أي تكلم أو عفوا يتكلم أو تتكلم. قلنا he معناها هو، she معناها هي. الآن نذهب إلى past simple الماضي البسيط. لدي مثال هنا to prepare. to prepare معناها يحضر أو تحضر، تصبح في past simple prepared أضفنا ed. في الماضي البسيط عفوا يتغير الفعل يصبح جزءان. في الماضي البسيط لدينا جزءان في الأفعال، الجزء الأول يكون ماذا نقول عنه؟ منتظم regular verb، أما الجزء الثاني نقول عنه irregular verb. regular verb نضيف له فقط d or ed، لكن irregular verb يتغير تماما، نسميه فعل غير منتظم أو شاذ أي يخرج عن قاعدة الماضي البسيط. إذا لدي مثال آخر عن to go لأنها فعل شاذ أو غير منتظم تصبح went. went معناها ذهب أي go يذهب، went ذهب. to prepare يحضر أي حضر أو حضرت. الملاحظة المهمة أيضا الأخرى أن الأفعال في past simple and future simple والمستقبل البسيط تتغير مع جميع الضمائر باختلاف present simple. قلنا أن الفعل يتغير فقط مع he she it. الآن نذهب إلى future simple المستقبل البسيط، وهو بسيط جدا. المستقبل البسيط سهل جدا،
لماذا؟ لأن for example لدي مثال to go معناه يذهب، ماذا أضيف؟ فقط will نضيف فقط will، معناها أنا أتحدث عن المستقبل، تصبح will go أي سوف أذهب أو سوف يذهب أو سوف يذهبون. مثال آخر to talk تصبح will talk I will talk she will talk he will talk or they will talk. كل هذا مع will لا يتغير هذا الجزء، will دائما مع الضمائر. أما الفعل الذي بعد will دائما يبقى نسميه stand. ماذا نعني بالستام؟ الفعل لا يتصرف ولا يتغير فيه شيء، فقط نحذف له تو نسميه ستام. الآن نذهب إلى الجزء الثالث بتشكيل الجملة في اللغة الإنجليزية. قلنا أنه يمكن أن تكون object مفعول به أو قد تكون adjective. أحيانا نجد صيغة أخرى مثال quickly أي نعني بها بسرعة، ونسميه هذا أو هذه الصيغة نسميها adverb كما نقول عنها في اللغة العربية الحال. ماذا يفعل الحال adverb في اللغة الإنجليزية؟ الحال يصف حالة الفعل، باختلاف عن adjective ماذا يفعل؟ يصف لنا حالة subject. كما قلت الحال ماذا يفعل؟ يصف لنا حالة الفعل. For example Sarah come quickly Sarah دخلت سريعا، أي حالة ذلك الدخول ماذا كانت؟ سريعة quickly. Slowly أيضا معناها ببطء أو بطيء. لدينا الآن adjective الصفة for example beautiful Sarah is beautiful. ماذا وصفت؟ وصفت Sarah، لم أصف الفعل. هذا هو الفرق بين adjective and adverb. Sarah is beautiful. Beautiful الجمال يعود على Sarah. لدينا مثال آخر hard صعب for example my exam was hard. ماذا وصفت؟ وصفت صعوبة الامتحان، لم أصف الفعل was، لذلك نقول أن adjective كما قلت يصف subject. لدي هنا big كبير. My house is big أي منزلي كبير، أصف المنزل. الآن نذهب إلى الobject المفعول به، قلنا يكون جار ومجرور أو قد يكون مضاف. For example by car أي بالسيارة، هذه كلها جملة نعتبرها object. أو في المدرسة at school أيضا نعتبرها جار ومجرور، حرف جر والمدرسة اسم مجرور، إذا نسميه object. إذا أعزائي الآن بعدما درسنا أجزاء الجملة في اللغة الإنجليزية نذهب إلى كيفية تركيبها. أولا نبدأ in present الجملة في المضارع البسيط. لدي مثال I go to school. I it's pronoun هو ضمير شخصي، نعتبره subject هو الفعل. من قام بالفعل؟ أنا، أي أنا الفعل. Go وهي الفعل في المضارع البسيط. لما تركتها كما هي؟ لأن لدينا I قلنا لا يتغير الفعل في المضارع، فقط مع he she and it. ثم to school it is object أي مفعول به. مع she لدي مثال she goes to school، قلنا goes لماذا؟ لأن لدينا she، معناها أنا أذهب إلى المدرسة. I go to school أنا أذهب الآن في الحاضر أذهب إلى المدرسة. She goes to school هي الآن تذهب إلى المدرسة. لدي مثال آخر حول adjective. The weather is sunny. The weather it is subject الجو هي عبارة عن فعل، is هو الفعل، verb to be فعل الكينونة في المضارع. Sunny it is adjective مشمس هي صفة للجو، لذلك قلنا الجو مشمس. في اللغة الإنجليزية والعربية بعض الطلبة يترجمون الكلمات أو حرفيا الجمل بالعربية إلى الإنجليزية، وهذا خطأ لأن الإنجليزية تختلف، يجب أن نستعمل الفعل في أغلب الجمل في اللغة الإنجليزية. لكن في اللغة العربية قلنا هنا الجو مشمس لكن لا وجود للفعل، لتنتبهوا لهذه الملاحظة. نذهب الآن in past أي في الماضي. Mom prepared the cake أمي حضرت الكعك، إذا لدينا mom هو الفعل it is the subject، prepared وهو الفعل verb in the past في الماضي، أضفت له دي لأنه فعل منتظر. The cake it is what it is object أي المفعول، إذا أمي حضرت الكعك في الماضي. In future الآن في المستقبل Sammy will call Amir
سامي سوف يتصل بأمير. إذن هو أنا أتحدث حاليا حول المستقبل ماذا سوف يحدث. إذن قلت أن سامي يتصل بأمير أو سوف يتصل، سوف يقوم بذلك الفعل في المستقبل، لذلك استعملت will. الفعل بعد will كملاحظة لا يتغير، يبقى نسميه stand، أي فعل غير مصرف نحذف له to. لذلك أي فعل بعد will نتركه كما هو. For example will go, will take, will speak etc. يعني كل الأفعال لا تتغير بعد will. الآن نذهب إلى quiz. الآن أعزائي فحصنا الصغير يقول سنقسم كل جملة إلى subject, verb and object. سنحدد في كل جملة الفاعل والفعل والمفعول أو إذا كان adjective أو adverb. إذن الجملة الأولى sentence number one. سامية broke the cup. سامية broke the cup. كما هو ملحوظ لدينا سامية اسم علم، إذن it is subject، هي الفاعل. broke نعني بها كسرة، هي للفعل break، to break نعني به يكسر، تصبح في الماضي broke لأنها فعل غير منتظم، تتغير تماما وتصبح broke. it is broke. object it is the cup، أي الكأس. object number two. they wait at school، هم ينتظرون في المدرسة. they it is subject. wait ينتظرون، it is verb in present. verb at school هي جار ومجرور في المدرسة، it is object. number three. Algeria is wonderful، الجزائر هي مذهلة. نتحدث عن جمال الجزائر، نقول Algeria it is subject، is verb، wonderful it is adjective لأنها صفة. إذن أعزائي هذا كان بالنسبة للفحص الصغير، إن شاء الله يكون هذا الفحص مفيد لكم إضافة إلى شرح الدرس. إذا كان هناك أي شيء غير مفهوم أو أي استفسار لا تنسوا تتركوا لي في التعليق، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتشاركوها مع أصدقائكم ليستفيد الجميع. إلى اللقاء. goodbye.